ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية خلال جلسة عقدتها بمبنى الجمعية الوطنية الخميس مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2018. وقدم وزير الاقتصاد والمالية المختار والجاي خلال اجتماع اللجنة عرضا حول مشروع قانون الميزانية وأبرز التغييرات الطارئة عليه. يمثل وزير البيئة والتنمية المستدامة عماد كمرة موريتانيا في الاجتماع الوزاري 23 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية المرتقب انعقاده بالعاصمة الألمانية برلين ما بين 11 و17 نوفمبر الجاري. وتسعى أطراف الاتفاقية البالغة عددها 192 دولة إلى تفعيل اتفاق باريس حول المناخ. أجلت محكمة الاستئناف في مدينة واذيبو مساء أمس النطق بالحكم على كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، وحددت اليوم موعدا للنطق به. وكان محامو الطرف المدني قد نددوا يوم أمس خلال مؤتمر صحفي عقدوه بنواذيبو بقرار المحكمة القاضي باستبعادهم، واعتبروا أن المحكمة خالفت نص المادتين الثانية والثالثة من قانون الإجراءات الموريتاني. ندد حزب تكتل القوى الديمقراطية في بيان صادر عنه بما سماه قمع المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في مدينتين واكشوط ونواذيبو للتعبير عن نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحزب إن قمع المتظاهرين يعد خرقا سافرا للقانون الذي يكفل حق التظاهر، داعيا السلطات الأمنية إلى حماية وتأمين المواطنين. استنكر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل ما وصفه قمع ومضايقة متظاهرين خرجوا لنصرة الجناب النبوي الشريف. وندد الحزب في بيان صادر عنه بالمساس بحرية التظاهر والاحتجاج السلمي، كما ندد بطرد المحامين من قاعة المحكمة في مدينة واذيبو.